لا يعاتب ولا يطالب، يفعل الخير للناس لكن لا يعاتبهم. فلان لم يحترمني، فلان ما سلم علي، فلان يا أخي ما يعرف مكانتي لازم يقدرني. لا يعاتب ولا يطالب، لماذا لم يفعل الناس معي كذا، لماذا كذا. أنت تريد بها وجه الله عز وجل، فأنت لا تلتفت إليها إلى أي شيء آخر، لا تطالب بالمقابل. أحسنت إلى الآخرين، أهديت لهم، نفعتهم، علمتهم، درستهم، دعوتهم إلى الله، كان لك أثر طيب، يجب أن ترجو به وجه الله، لا تطالب بالمقابل، هذا مرض. فالعارف بالله لا يعاتب ولا يطالب، لأنه يقصد بعمله وجه الله، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الإنسان. قفوا عند هذه الآية، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى الفقير إذا أعطيته 10 ريالات لا تنتظر يقول جزاك الله خير، شكرا لك، يعني لازم ينظرك ويبتسم ويقطب جبينه لك تواضعا بأنك، لا تنتظر هذا. لا نريد منهم جزاء ولا شكورا، إن قالها فليقلها بينه وبين ربه، لكن أنا لا أنتظر منه هذا الثواب، أنا أريد وجه الله عز وجل. مثله يا أخي، أنت طالب علم ولا داعية إلى الله ولك تأثير، يا أخي لا تطالب الناس، ما فعلوا معي، لا يحترمونني، المفروض لهم كذا، ما استقبلوني، ما كذا. يا أخي المؤمن يسعى في عمله يريد به وجه الله عز وجل، ثم بعد ذلك إذا وجد شيء من الاحترام، التقدير، الذكر الطيب، فهو لا يلتفت إليه ولا ينتظره، وإن وقع فهو من عاجل بشرى المؤمن والحمد لله. تعطي من حرمك، أخيرا تعفو عن من ظلمك، وهذا هو الباب العظيم. أساء إليك، تعدى إليك، قال كلمة نابية عنك، اعفو عنه، ظلمك اعفو عنه. هكذا يندب أهل السنة والجماعة.